معايا تليفون مهم جدا من احد النجوم واحد العظماء في كرة القدم وفي النادي الاهلي الحقيقة. انا لا اتحيز له لانه زميلي وصديقي وصديق عمري يعني، ولكن هذه هي الحقيقة. عندما تتكلم عن الافضل في استوبارات مصر او سردباكات مصر زي ما بنقول زمان، مش هتقول غير وائل جمعة. فمعانا النجم الكبير كابتن وائل جمعة في مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة. يا نجم النجوم، مساء الخير يا اسلام، ازيك؟ مساء الفل يا حبيبي، اخبارك ايه؟ وحشني وكل جمهور الاهلي وحشني، والله العظيم وحشني جدا يا اسلام. ويعني الواحد يعني ان شاء الله في اقرب فرصه ابقى معاكم باذن الله، واتواصل معاك ومع الناس كلها عندك ان شاء الله. انت اللي وحشنا، واحنا بنشوفك طبعا في بين سبورتس على طول دايما، ويعني امبارح كمان دايما او دايما متالق الحقيقه في نهائي دوري الامم الاوروبيه، حتى دايما بنشوفك ودايما بتفرج عليك، مش عشان انت وائل جمعه، طبعا عشان وائل جمعه، ولكن ايضا علشان لك اسلوبك في التحليل. اذا كان اللاعب اللي قدامك او الفريق اللي قدامك جيد باستثناء النادي الاهلي طبعا، لان النادي الاهلي بيظل دايما في قلبك، بتقول دايما الحق على الهوى في كل حاجه الحقيقه. وائل، ربنا يخليك يا اسلام، والحمد لله. يعني الواحد بيجتهد وبيسعى ان هو دايما يصيب في الرأي، وتعرف الاجتهاد الحمد لله بيجيب نتيجه كويسه وبيخليك دايما مركز ومتعايش. حقيقي، وبالاضافه للناس بقت الحمد لله كلها بتفهم كوره وبتقدر الكلام اللي بيتقال، وبتشوف مين محضر ومين مش محضر ومين مذاكر ومين متابع. فيعني الحمد لله على التوفيق من ربنا في النقطة دي يا اسلام. ويعني خليني بس قبل اي حاجة، انا اتصلت عشان اعزيك في الوالد الله طبعا يرحمه، طبعا بس انت طبعا كان العزاء للاسف. والكلام ده معلش، واشتغلت، فيعني على الهوا كده ده بره الحوار بتاعنا، انما كانت فرصة لازم اقولها. يعني لا يا حبيبي، البقاء والدوام لله وحده دايما، الله يعني وربنا انا عارف يرحمه ان انت لو ويرحم اموات موجود المسلمين جميعا. يعني ربنا ربنا يخليك. يخليك يا حبيبي. طيب كابتن وائل، الحقيقه يعني فوز النادي الاهلي بالبطوله رقم 11، والحقيقه انا كنت شايفك وقاعدين طبعا كلنا متابعين كلامك وطريقتك وكل حاجه، لكن اعتقد ان هذا الفوز بالنسبه لك بيمثل شيء جوهري، خصوصا في ظل خسارتنا للوداد من الوداد السنه السابقه. انت عارف البطوله الافريقيه بالنسبه لينا دلوقتي اسلام بقت في مكانه بطوله الدوري. نعم، الدوري احنا بنعتبره حق اصيل للنادي الاهلي، ولما النادي الاهلي بيختاره سنه الدنيا بتتقلب، فبقت بطوله افريقيا بالنسبه لنا كده. ممكن الحمد لله الفضل لربنا طبعا، ثم للجيل بتاعنا في ان هو كسر الحته دي يا اسلام، خلى البطوله بالنسبه للناس مطلب اساسي وجوه او بره، خلي بالك كمان جوه وبره. ما خلاص ما عادش فيه اعتراف بان انت متقبل ان انت تخسر البطوله بسهوله كده. حقيقي، بقت البطوله كل سنه مطلب اساسي للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، لان احنا وصلنا النادي للعالميه، والنادي الاهلي بقى نادي عالمي مصنف من كتر تواجده في البطولات اللي في كاس العالم للانديه، ودي نقطه مهمه جدا بتساعد النادي الاهلي في انه يكبر الاسم ويتوسع وعائدات تجاريه كثيره جدا ورعايه وامور كبيره جدا جدا حسيناها من كتر مشاركات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه والتواجد الخارجي خارج مصر. فكانت البطوله دي مهمه طبعا جدا جدا، بالاضافه للاحداث اللي حصلت البطوله اللي فاتت، من ان احنا كنادي اهلي حسينا ان احنا اتظلمنا. فانت البطوله اللي بعدها لابد ان انت يعني اكتر حاجه، احنا عشنا في النادي الاهلي كتير يا اسلام انا وانت، وعارفين يعني ايه ان انت تبقى انت بطل وتحس ان انت مظلوم، سواء بره الملعب او خارج الملعب او جوه الملعب. نعم، فالظلم ده بيخليك عندك حماس ورغبه مضاعفه ان انت تكسب البطوله اللي انت فيها، وده اللي حصل الحمد لله، بالاضافه طبعا للوضع السيء اللي كان فيه الفريق في بدايه البطوله والخروج، او ان انت كنت قاب قوسين او ادنى من الخروج من البطوله. فدي امور كلها زودت الحوافز والدوافع عند اللاعبين وعند الجمهور، وخلتنا كلنا متحفزين كاننا اول مره هنفوز ببطوله افريقيا. صح، ودي نقطه مهمه جدا. صح، ودي نقطه مهمه جدا. احنا
لابد ان يبقى عندنا دوافع، ولابد ان احنا يبقى عندنا حوافز، وده قدر النادي الاهلي ان هو يبقى في حاجه بتستفزك دايما. لو انت ما لقيتش حاجه تستفزك، لاعب او جمهور او اداره او مدرب او اي حاجه، خلاص مش هيبقى وقتك انتهى في النادي. ففي نقطه مهمه جدا ساعدتنا بشكل كبير ان احنا نفوز بالبطوله دي، والحمد لله يعني فوز جه مستحق، وجه في وقت عزيز جدا، وفي ملعب وفي مكان انت حسيت ان انت اتظلمت فيه. مظبوط. فالحمد لله طبعا على البطوله، ومزيد ان شاء الله من البطولات للنادي الاهلي، وبالطريقه اللي احنا ماشيين بيها في النادي والمحافظه على استقرار الفريق وتواجد دايما افضل اللاعبين، ان شاء الله النادي الاهلي يفضل يحصد البطولات يا اسلام. هكلمك عن هذه النقاط، ولكن كان معايا كابتن احمد الصقر، يعني احمد حسن، من يومين او من ثلاث ايام. طبعا انا اعتذر فعلا لاحمد، لان انتوا كلمتوني بس انا كان عندي استوديو ساعتها. كان اول امبارح تقريبا او اول امبارح. فسالته عن مين افضل حد في هذا المكان، يعني كنت بتكلم عن محمد عبد المنعم، ولسه هسالك عن محمد دلوقتي، ولكن كنت ساعتها بتكلم عن محمد عبد المنعم، فبقول له يعني انا بشوف ان هو يعني بيقترب شويه. قال لي لا، ده هو حتى مش شبه وائل جمعه في الشكل، يعني محمد عبد المنعم بيعرف يلعب ووائل جمعه ما بيعرفش يلعب. وبعدين عارف احمد حسن طبعا ما بيسيبش حقه. انت كنت بتقطع فيه ولا ايه؟ احنا كنا بنقطع فيه من فتره قريبه كده. عشان كده فاثناء كاس العرب، انت عارف كنا كان في الفيفا عامل برنامج ليا انا وعصام الحضري ومحمد شوقي، عن الذكريات بتاعتنا، فبيسالوا هم اسئله يعني بيبقى دمها خفيف كده، فبيتكلموا، فطبعا جبنا سيره الصقر، وانت عارف احمد ده لازم يعني لابد ان يبقى كره لوحده في كل حدث، فطبعا خد مننا النصيب الاكبر في التقطيع، فانت عارف الصقر ما بيسيبش حاجه يعديها كده يعني. انا ما خدتش بالي، تصدق، لكن هو بس لا طبعا، بس لحق نفسه، خلي بالك هو على الهوا، قال لي لا يا نجم طبعا ده احسن واحد واعظم واحد، وهذه الحقيقه يعني طبعا. فلحق نفسه يعني احمد حسن. لا احمد اسطوره بالنسبه لنا كلنا، طبعا طبعا، انا بعتبره من اعظم اللعيبه اللي جت في وسط ملعب الكره المصريه والكره الافريقيه. صحيح، بامانه والله، وحقق انجازات وارقام صعب ان حد يحققها، ونجاح على المستوى الاحترافي حتى في تركيا وفي بلجيكا كمان، وجي عمل اضافه لينا في النادي الاهلي. لا صحيح، لابد ان احنا دايما يبقى يذكر بالخير دايما. انا هنا هتكلم عن محمد عبد المنعم، لانه يعني محمد عبد المنعم احرز هدف النهائي وكان الافضل في المباراه النهائيه، حتى انت يعني اتكلمت عنه بشكل جيد جدا. محمد عبد المنعم كان احد اكتشافات منتخب مصر كارلوس كيروش، في وجود طبعا كابتن وائل جمعه مديرا للمنتخب في ذلك الوقت. هل كنت تتوقع وصول محمد عبد المنعم لهذا المستوى الرائع الحقيقه اللي هو فيه دلوقتي؟ البدايه بتاعته كانت ممتازه، ويستحق التواجد في المنتخب كاساسي، ويستحق التواجد في النادي الاهلي. محمد مجتهد ودماغه كويسه، ويمكن يعني خالي من العيوب يا اسلام، بس صحيح ما تعبوش قوي يعني، هي نقطه العصبيه اللي انا بحسه ان ساعات بيخرج بره التركيز للحظات، بيفقد التركيز بتاعه في بعض اللحظات في اثناء المباريات. انما محمد عبد المنعم من افضل اللعيبه اللي موجوده في داخل افريقيا حاليا في مركز قلب الدفاع، وعنده فرصه كبيره كمان للتطور والتحسن يا اسلام، خاصه انه لسه في بدايه برضو المشوار بتاعه. انما عنده كل المواصفات الحمد لله، قوه بدنيه، تمركز كويس، قرايه للعب، ودي نقطه مهمه جدا جدا في اللاعب اللي بيلعب في قلب الدفاع، بالاضافه لتميزه بقى في الكرات الثابته الهجوميه بالذات، انه بيقدر بيخطف الكرات بالذات الركنيات والفاولات، ويتعامل مع الكرات الثابته، خاصه ان دي عندنا نقطه ضعف، انت عارف دايما يا اسلام في النادي الاهلي عندنا دي مشكله في اللاعب اللي يحرز اهداف من كرات هجوميه، يمكن هو ممتاز فيها هو وحمدي فتحي بشكل كبير جدا، وياسر لما بيجي لنا كرات ثابته، ودايما بتبقى حل للنادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي، خاصه مع التقفيل الدفاعي اللي في اغلب المباريات النادي الاهلي بيلعبها يعني. اهم ما يميز النادي الاهلي هو الفصل، يعني احنا بقى لنا اسبوع اهو بنحتفل، كفايه بقى الاسبوع ده نحتفل ونبتدي بقى نخش فيه معمعة الدوري العام.
شايف الدوري العام خلال الفترة اللي جاية ازاي، او بداية بقى دخول النادي الاهلي في بطولة جديدة، بطولة قد تبدو للبعض ان هي سهلة لكن انا بشوفها صعبة جدا جدا في ظل التحديات، والكل عايز، كل الاندية المصرية عايزة تكسب بطل افريقيا وعايزة تقول ان احنا افضل وعايزة تقول كذا وكذا وكذا، وبالتالي انت داخل على تحدي اعتقد ان هو الاساسي والاهم في هذه الفترة يا كابتن وائل. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا وهي ان احنا ما عندناش رفاهية الراحة قدام. يعني بتكسب النهاردة بطولة تفكر تاني يوم في الماتش اللي بعده، مش البطولة اللي بعده، الماتش اللي بعده. نعم. يعني انت ما عندكش رفاهية الانتظار وان انت تعيش في الفرحة، انما للظروف اللي اتكلمنا عليها من شوية فالفرحة مطلوبة في البطولة دي، فرحة صعبة كبيرة جدا. بس فرحة البطولة دي بتفكرني وانت كنت موجود يا سام في فرحة الصفاقسي. طبعا طبعا نفس الأجواء ونفس الأحاسيس والناس متشائمة والناس مش واثقة في النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي دايما بيعمل المستحيل، دايما بيعمل الصعب اللي الناس كلها مش منتظراه. فالحمد لله يعني النقطة دي الواحد مش قلقان منها، اللعيبه بتاعتنا بقت بتعرف تشتغل كويس يا اسلام، وعندنا بطوله الدوري احنا متقدمين بفارق من النقاط ان شاء الله مع المباريات المؤجله بالحاله اللي لعبتنا فيها بالمدرب الممتاز اللي انا دايما بشيد بيه يا اسلام واقول ان احنا كسبناه وهو كسب النادي الاهلي. فبصراحه اضافه ممتازه وواحد من اهم العناصر اللي ساعدت على الاستقرار اللي احنا فيه اكتر من 16 17 مباراه دلوقتي على التوالي. مقدمين اداء ممتاز واداء مقنع وممتع وزي ما قلت وبقولها دايما وهقولها معاك تاني ان كولر مدرب يليق بالاهلي ويليق بشخصيه الاهلي. احنا دايما لينا ستايل معين ولينا شكل معين ولينا طريقه معينه سواء في الكلام سواء في التعامل سواء في كل شيء. فبصراحه مكسب للنادي الاهلي ونسبه نجاح 100% لغايه دلوقتي الحمد لله في البطولات اللي اشترك فيها باستثناء كاس العالم للانديه، وده طبيعي جدا ان انت تتنافس مع ريال مدريد بطل اوروبا والانديه دي وتاخد الثالث في البطوله وتكسب الانديه اللي مستواك اقل منك يعني وتفوز على 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 بطل امريكا فريق اللي قيمته السوقيه مرتفعه جدا. يعني الحمد لله الامور كويسه في النادي والامور مستقره على كل النواحي، فالواحد مش قلقان من بطوله الدوري ان شاء الله بالتركيز اللي احنا فيه ده وبالمسانده والدعم والثقه اللي الفريق اكتسبها والمدرب اكتسبها. كيفيه الفصل؟ يعني انا دلوقتي خلاص اعتقد ان ابتداء من النهارده، يعني حتى قلت الكلام ده امبارح ان احنا من النهارده يعني مش عايزين نتكلم في احتفالات ولكن عايزين نتكلم في استعاده بطوله. خلي بالك احنا حتى هذه اللحظه لم نفعل شيء في بطوله الدوري، حتى هذه اللحظه النادي الاهلي ليس هو بطل الدوري، واحنا متعودين على ان احنا لا نحتفل باي شيء الا بعد انتهاء الدوري، والدوري هينتهي امتى؟ لما يبقى عندك عدد النقاط اكتر من عدد المباريات المتبقيه، يبقى الدوري مخلص، يبقى احنا عندنا تحدي كبير جدا 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 بدايته تبقى يوم الخميس اللي قادم. ازاي نقدر نفصل كلاعبين بقى في ظل هذه الفرحه؟ قفلنا الفرحه، نبتدي نفكر ازاي؟ هو القفل ده يا اسلام بيبقى عباره عن احساس اللعيبه بتحسه وانت داخل النادي، بتحسه من الجمهور اللي في الشارع، بتحسه من الاداره الفنيه ليك في الفريق، بتحسه من اداره مجلس اداره النادي، المشجعين، كل الامور دي بتخليك ما تعيش في الفرحه لحظات طويله. انت بتعيش لحظه معينه وثم بتيجي بقى لما بيقرب الحدث المهم بالنسبه لك وهو المباراه اللي جايه، المباراه اللي بعد الفرحه على طول، انت بتلاقي نفسك دخلت في 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 جو ان انت فصلت لوحدك. ايوه يمكن اللعيبه عاشت في الفرحه وتاثر بيها شويه المنتخب والاجواء الاحتفاليه دي اثرت شويه، ولكن ده طبيعي جدا جدا لان لعيبتنا كانت محتاجه الفرحه دي. مصر كلها الحقيقه. طبعا طبعا انت البطوله في النهايه بتتحسب لمصر. صحيح. لما بنيجي نحسب الارقام والحاجات دي
بنقول مصر فازت بكام بطولة في بطولات دوري أبطال دوري أفريقيا. ابطال افريقيا مظبوط. فكان مكسب طبعا مهم ومطلوب لينا، وأنا زي ما بقول لك مش قلقان من الفصل بين الاحتفالات دي وبطولة الدوري، واللعيبة إن شاء الله تقدر إن هي أعتقد إن الفصل يعني تم خلاص بمجرد عودة اللعيبة الدولية من المنتخب، هتلاقي اللعيبة دخلت في جو التركيز وجو الاستعداد لبطولة الدوري، وإن شاء الله الأمور تحسم وما ندخلش نفسنا في دوامة فقدان نقاط وكلام من ده. طيب اخيرا تقول للعيبه ايه في ظل هذه الظروف، في ظل بطوله خدناها وانتهى الاحتفال بيها وبطوله قادمه انا بشوفها البطوله الاهم والاصعب حاليا؟ طبعا غياب بطوله الدوري عن النادي الاهلي سنتين على التوالي سام حدث يعني صعب جدا، وحدث ما ينفعش يحصل في النادي الاهلي، ان النادي الاهلي يختار البطوله سنتين على التوالي والبطوله الثالثه انت متصدر وانت عندك فرصه لان انت تحسم الامور بمكسب المباريات المتاخره بالنسبه لك، وتيجي تتهاون او تخسر نقاط مضمونه بالنسبه لك بادائك، ولو بتركيزك وبجديتك تقدر تحسم الامور. فيعني انا ان شاء الله ما عنديش قلق من النقطه دي، واثق في اللعيبه، واثق ان اللعيبه وصلت للمرحله ان هي عارفه قيمه النادي الاهلي وقيمه فانيله النادي الاهلي وقيمه شعار النادي الاهلي اللي هو بيعترف بالبطولات وبيعترف بالمكسب وبيعترف بالقتال في كل مباراه، وتقديم الصوره المعروفه للنادي الاهلي دايما في كل المباريات. اخيرا وائل لو حابب تقول حاجه للكابتن خطيب لمجلس اداره النادي الاهلي في ظل هذه الظروف. يعني كل الشكر والدعم للكابتن خطيب طبعا ومجلس الاداره اللي واقف ورا الفريق وما تاخرش في اي حاجه وتدخل في الوقت المناسب لإنقاذ النادي الأهلي، وتعاقد مع مدرب أنا أشوف إن هي كانت برضو مخاطرة، ولكن أثبت حسن الرؤية في التعاقد مع المدرب اللي أنا زي ما قلت إضافة ومكسب كويس للنادي، وبرغم الحالة الصحية اللي هو بيعاني فيها ولكن دايما بنشوفه واقف ورا الفريق ودايما مساند للفريق في كل الأوقات، وزي ما الناس بتنتقده لابد ان الناس تديله حقه وتقديره في الوقت اللي الفريق بيفوز بيه، فيعني دايما بيضرب المثل بالقياده الحسنه للنادي الاهلي في كل الاوقات، حقق ارقام وحاجات كتير جدا في الفتره اللي تولى فيها اداره النادي، وهو ده العهد والثقه فيه من جمهور النادي الاهلي ومن الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، فربنا يحفظه ان شاء الله ويديله الصحه والعافيه ويفضل مساند للنادي الاهلي ومتواجد في النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا نجم على وجودك معانا، النجم الكبير كابتن وائل جمعه احد اساطير مصر والنادي الاهلي. الحقيقه وائل زي ما حضراتكم شايفين بيدعو لشيء واحد فقط، ان احنا نقفل هذه الاحتفالات ونبتدي، وانا قلت لحضراتكم هذا الكلام امبارح، احنا خلاص احتفلنا واتبسطنا الاسبوع اللي فات بالكامل، خلينا بقى ننظر للدوري. خلي بالك عندنا مباراة صعبة.